السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النصف الثاني من كلمة التوحيد: أشهد أن محمد رسول الله. لا يصح إيمان ولا يقبل إسلام لو لم يشهد المسلم بأن محمد هو رسول الله. يعني ما ينفعش واحد يقول أشهد أن لا إله إلا الله ويبقى مسلم، لا ما ينفعش. طيب كلمة أشهد يعني إيه؟ الاعتقاد والتصديق بأن هناك 1000 دليل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم، وصدق أنه مرسل من ربه سبحانه وتعالى، وعلى صحة دعواه، والإقرار بالقلب والإقرار باللسان والإقرار بالجوارح. والإقرار باللسان يكون الاعتراف بما في قلبه من إيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولا يصح إيمان حتى يقر بلسانه أن محمد هو مرسل من رب العالمين. وكلمة أشهد شهادة بالجوارح، يعني إيه بالجوارح؟ يعني دليل يبين على صدق الاعتراف باللسان، وده هيكون بالعمل بما ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والتصديق بما جاء به، واتباع السنة بغير زيادة ولا نقصان ولا تحريف ولا تبديل، والرضا الكامل بها والتسليم الكامل لها، واعتقاد إن ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام له نفس القيمة وله نفس الحق في الاتباع زي القرآن بالظبط. طيب في دليل من القرآن في سورة النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. طيب وإيه كمان؟ وفي سورة الأحزاب: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يعني إيه؟ يعني اتباع النبي عليه الصلاة والسلام ده أمر من ربنا سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا أن طاعة الرسول من طاعة الله سبحانه وتعالى، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. يعني طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام من طاعة ربنا سبحانه وتعالى، لأن هو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. يعني السنة نزلت بوحي والقرآن نزل بوحي. طيب إيه اللي يشهد على أن النبي عليه الصلاة والسلام منزل من رب العالمين؟ ورد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الكتب السابقة في التوراة والإنجيل، في سورة الأعراف: الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. يبقى الدليل على صدق النبي عليه الصلاة والسلام أنه موجود اسمه في التوراة والإنجيل. هنجيب بقى دليل في سفر التثنية الموجود في التوراة: جاء الرب من سيناء وأشرق لنا من سعير واستعلنا من جبال فاران ومعه ألوف الأطهار. دي شهادة صريحة من التوراة أن محمد عليه الصلاة والسلام بتبين نبوته ورسالته. معناها إن الله تعالى ناجى موسى وأوحى إليه بسيناء، وأرسل عيسى وأوحى إليه بسعير وهي من أرض الجبل المقدس، وبعث محمد صلى الله عليه وسلم رسولا معلنا لا إله إلا الله مستعلنا بها من مكة الواقعة بين جبال فاران. وفي نصوص كتيرة جدا أنا بس إيه جبت منها النص ده. وفي برضو نص في الإنجيل، في إنجيل يوحنا، برغم من تحريف التوراة والإنجيل إلا إن برضو النبي عليه الصلاة والسلام مذكور في الإنجيل. ومن ذلك قول عيسى عليه السلام: إن كنتم تحبوني فاحفظوا وصاياي، وأنا أطلب من الأب يعطيكم معزيا فرقليط آخر ليمكث معكم إلى الأبد. والفرقليط ترجمتها محمد أو أحمد، وبقاؤه معهم إلى الأبد هو بقاء دينه وكتابه وسنته. شهادة علماء أهل الكتاب أنه مرسل من رب العالمين في سورة الشعراء: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. ده دليل تاني هو على أن علماء بني إسرائيل أقروا بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام. ونكتفي هنا بذكر شهادة عبد الله بن سلام رضي الله عنه من شهادات كثيرة من علماء اليهود. روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك أن عبد الله بن سلام بلغه مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فأتاه فقال: إني أسألك عن 3 لا يعلمهن إلا نبي. قال: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أخبرني بهن آنفا جبريل. قال عبد الله بن سلام: ذلك عدو اليهود من الملائكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق للمغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة في زيادة كبد الحوت، وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له، وإذا سبق
ماؤها كان الشبه لها. قال عبد الله بن سلام: أشهد أنك رسول الله. وطبعا شهادة عبد الله بن سلام ده كان له شأن في اليهود، كان يعني الرجل الأول في بني اليهود في الفترة دي، فكانت شهادة يعني قوية جدا. وأما علماء النصارى في منهم من شهد برسالة محمد عليه الصلاة والسلام ونبوته، وهنكتفي هنا بشهادة الملك الصالح النجاشي اللي هي نزلت في الآيات اللي في سورة المائدة: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. أجمع علماء التفسير والأخبار والسير إن هذه الآيات نزلت في النجاشي وأصحابه. من تاني يشهد للنبي عليه الصلاة والسلام بنبوته؟ شهادة الله عز وجل والملائكة، وكفى بها من شهادة. في سورة النساء: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. وشهادة الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين: شهادة أخبار وشهادة معجزات. فشهادة الإخبار بأنه اصطفاه عليه الصلاة والسلام. فالنبوة يا جماعة ما بتجيش بالاكتساب، يعني مش واحد يقعد يصلي كتير ويصوم كتير ويبقى ملهم كده ويبقى عنده كده شفافية لما يحدث في المستقبل، أو إنه يكون رجل صالح فده ممكن يبقى نبي. مستحيل. النبوة ما بتجيش بالاجتهاد، النبوة اصطفاء. فربنا سبحانه وتعالى أيد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بمعجزات وخوارق للعادة لتبين صدق كلامه. ومن شهادة الأخبار اللي ربنا أخبرنا فيها في القرآن أنه أن محمد عليه الصلاة والسلام رسول، في سورة الفتح: محمد رسول الله. وفي سورة الأعراف: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وفي سورة البقرة: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. والآيات اللي بتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من ربي كتير. وشهادة معجزات زي مثلا نزول القرآن عليه وحيا. فالقرآن في أعظم تشريع وفي إثبات للحقائق العلمية اللي لسه لغاية دلوقتي بيكتشفوها كنظام الزوجية والقوانين الكونية. والقرآن تعرض لبدء الخليقة وذكر قصص الماضيين والسابقين وأخبر بأمور غيبية سوف تأتي في المستقبل. فهذا الكتاب جاء ليتحدى به النبي صلى الله عليه وسلم الكفار أن يأتوا ليس بمثله ولكن بصورة، وعجزوا على أنهم يوجدوا هذه الصورة. التحدي ده قائم إلى يوم القيامة. في سورة البقرة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. لو أنتوا شاكين في أن الكلام ده مش من عند ربنا وأنه هو اللي مألفه، خلاص اعملوا زيه، هاتوا زيه، هاتوا حتى صورة منه. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. يبقى ده معناه أن اللي بينكر القرآن ده جاحد، لأن ربنا سبحانه وتعالى أرسل من الأدلة ما تكفي أن أي حد يؤمن، لأن إحنا فطرتنا يا جماعة الإسلام. طيب إيه كمان من المعجزات؟ الإسراء به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم العروج به إلى السماء السابعة حيث سدرة المنتهى، فبلغ مستوى سمع فيه صريف الأقلام، وناداه ربه وفرض عليه وعلى أمته الصلوات الخمس. والحديث اللي ذكر فيه الكلام ده حديث أخرجه البخاري ومسلم. ومن المعجزات الكتير هنكتفي بي يعني انشقاق القمر وتسليم الشجر والحجر عليه وتسبيح الطعام بين يديه وحنين الجزع إليه وفيضان الماء بين أصابعه وتكثير الطعام يوم الخندق وأمور غيبية أخبر بيها عليه الصلاة والسلام. ومن الأدلة الكتير جدا، والحاجات دي يا جماعة ألوف من الصحابة شافوا ده بعينيهم ونقلوه إلى جيل تاني اللي هم جيل التابعين. والنبي عليه الصلاة والسلام شهد للأجيال ثلاثة اللي هم القرون الخيرية، وقال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني أفضل ناس على أرض هم القرون الخيرية اللي هي أول 300 سنة، عشان بس محدش يجي يدعي في الزمن بتاعنا ده حب النبي عليه الصلاة والسلام أكتر من الصحابة، أو حتى يعني يتكلم فيهم أو يتكلموا في البخاري أو يتكلموا في السنة. لا يا جماعة، خير القرون قرني، يعني أفضل الناس هم الصحابة.
طيب، الدليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء جاء في سورة الأحزاب: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. بعض الناس مرضى القلوب قالوا أن خاتم هنا المقصود بها أن هو زينة الأنبياء وليس خاتمهم، وأن ممكن يظهر أنبياء تانيين، لكن عندنا دليل على كذب هذا الادعاء، والحديث متفق عليه في البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبن من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن له أسماء، قال: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو به الله الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد. والحديث ده برضه متفق عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا على إن هيجي بعده كذابين هيدعوا النبوة. طيب، مكانة النبي عليه الصلاة والسلام وأفضليته بين الأنبياء. ربنا أخبرنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة على إن مش كل الرسل زي بعضهم ومش كل الناس زي بعضهم، فقال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، يعني مش كلهم زي بعض. والعلماء قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام من أولي العزم من الرسل. في سورة النساء: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وفي سورة الأحزاب: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. في الآية دي العلماء خدوا إن الخمس أنبياء دول هم أعظم الأنبياء وهم أفضلهم وأفضل الرسل. وفي حديث أخرجه البخاري بيبين مكانة النبي عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولا آدم ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر، وأول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، وأول من يحرك حلق الجنة، وقد جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم لم تحل لأحد قبلي. وأحاديث كتيرة قوي وردت عن فضل النبي عليه الصلاة والسلام على سائر الرسل. طيب، عبودية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن في ناس حبت النبي عليه الصلاة والسلام وغالت في حبه برغم أنه قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم. كان يخشى ان هو يعبد من دون الله بعد وفاته نتيجه ان الله سبحانه وتعالى وهبه صفات كمال، بس الكمال ايه؟ الكمال البشري قبل النبوه وبعدها، وده بشهاده اعداءه نفسهم كانوا بيقولوا عليه الصادق الامين، ودي كانت حاجه يعني نادره ان يكون في شخص بيتصف بالصفات دي في الفتره دي. كان النبي عليه الصلاه والسلام احسن الناس اخلاقا وافضلهم نسبا، فكان عليه الصلاه والسلام من افضل قبيله في جزيره العرب، قبيلة قريش، من أفضل بيت وهو بيت بني هاشم، فهو جاي من أخير الناس وأفضل الناس، ولكنه برغم علو درجته عليه الصلاة والسلام وعظم مكانته ده ما خرجوش أبدا عن صفة العبودية لله سبحانه وتعالى. طيب، أمال ليه الناس ضلت في الحتة دي؟ الناس ضلت في الحتة دي بسبب الآية اللي هي بتقول إيه في سورة الأحزاب: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الآية دي فجهلة من المسلمين قالت سراج منير، يعني قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم ده إيه؟ ده نور. وفي على فكرة أطفال مفكرين إن النبي صلى الله عليه وسلم نور، يعني عشان بيطلعوا في الكرتون عاملين هالة بيضة عليه، فهو في أطفال على فكرة مفكرين إن النبي صلى الله عليه وسلم ده مش إنسان، فإحنا عايزين نصحح المفاهيم دي يا جماعة لأطفالنا. يعني في سورة الكهف ربنا سبحانه وتعالى بيؤكد بشرية النبي عليه الصلاة والسلام: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وربنا بين لنا برضو في القرآن إنه لم يرسل رسول ملاك عشان ما نقولش ده أرسل لنا ملاك فإحنا ما النبي هو مش زينا، فإحنا مش عايزين بقى نقول كده عن النبي عليه الصلاة والسلام، مش معناه له مكانة كبيرة، مش معناه ان الله اصطفاه، مش معناه ان هو له هذا القدر ولا له هذه المكانة، ده معناه ان احنا ما نقدرش نتبعه او مستحيل ان احنا نقلده. لا، هو اساسا ربنا ارسله قدوة لينا كمثال كده محلول، ده الشخص المثالي اللي اتصف بكل صفات الكمال البشري، يلا قلدوه. فما ينفعش ان احنا في الاخر نقول ايه، لا ده هو النبي وهو مش زينا خلاص. فكمل بقى المرة الجاية ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.